طب احنا رجع معانا التليفون مره ثانيه، خلينا نرحب بالدكتور محمود شاهين مدير مركز التنبؤات. يا دكتور صباح الخير على حضرتك يا فندم. بيك يا فندم صباح الخير عليك وعلى كل المشاهدين. اهلا بيك، احنا حريصين ان احنا نوصل لحضرتك، كنا لان عايزين نطمن ونطمن الناس الايام اللي جايه كده يعني الجو هيكون ازاي، وفي نفس الوقت هل هناك توقعات بسقوط امطار، وهتكلم تحديدا على يوم الجمعه. اتفضل يا دكتور. هو طبعا حاله من عدم الاستقرار كما نوهت الهيئه العامه للارصاد الجويه، وقلنا في البيان ان في فرص سقوط امطار غزيره يوم الاربعاء والخميس على كل سواحلنا الشماليه، بدايه من السلوم ومطروح مرورا بالاسكندريه ثم البحيره وكفر الشيخ في شمال الدلتا وبورسعيد والدقهليه. هذه الاماكن النهارده وبكره معرضه لسقوط امطار غزيره. طب وبالنسبه ليوم الجمعه تحديدا يا فندم صباح الفل على حضرتك، يعني الاربعاء والخميس هنعديهم ان شاء الله، لكن يوم الجمعه بقى ايه الوضع المتوقع؟ هو اشمعنى الجمعه بس الماتش؟ جاي لك في الكلام اهو. اتفضل. هو طبعا الحاله بتبدا تضعف يوم الجمعه، يعني لو قلنا طبعا القاهره تحديدا فرص الامطار فيها الاربعاء والخميس فرص امطار متوسطه وبتخف حدتها يوم الخميس، وبتخف اكتر يوم الجمعه، يعني فرص الامطار على القاهره ضعيفه يوم الجمعه، وان حدثت هتبقى امطار خفيفه جدا وغير مؤثره على كافه الانشطه. ده كلام محترم. على كل حال بنشكرك جدا دكتور محمود، بس اخر حاجه احنا نلبس تقيل ولا خفيف؟ يعني بس عشان الناس تبقى عارفه. موضوع اللبس ده مشكله كبيره جدا. بيختلف دلوقتي من شخص لشخص، بنلاقي ناس ماشيه في الشارع لابسه صيفي انا مش سامع. شفت بقى على اهم سؤال الاجابه، بس هقول لك على حاجه عشان تبقي في السيف سايد، خليكي في منطقه الديمي سيزون. دوكي سيزون دو كاتر سيزون، احنا معانا هو ده. طيب بنكمل اخبارنا مع حضرتك. دكتور محمود رجع تاني. رجع. طب مش حد يقول لنا يا اخوانا ولا عامل لنا مفاجاه ولا ايه يا دكتور محمود؟ يا جماعه كنتوا بتجيبوا سيرتي ولا ايه؟ اتفضل يا دكتور اتفضل. هو طبعا انخفاض درجات الحراره في الساعات المتاخره من الليل والساعات الاولى من الصباح، دي بتخلينا طبعا نقول للمواطنين اللي بيتواجدوا خارج المنزل في هذا التوقيت يكونوا حريصين في تحديد نوعيه الملابس اللي بيلبسوها. مش هنلبس شتوي ومش هنلبس صيفي، يعني نحاول بقدر الامكان نلبس حاجه كده وسط بحيث ان تحمينا من البروده اللي ممكن نتعرض ليها في الاوقات اللي انا قلتها، سواء في الساعات المتاخره من الليل او الساعات الاولى من الصباح. ونخلي جاكيت يعني في العربيه، نحط دايما جاكيتس في العربيه علشان يعني نتعامل مع الانخفاض الطفيف، اللي يعني الانخفاض اللي في درجه الحراره اللي بيتراوح من 15 ل 14 درجه مئويه، ده بشكل يعني ايه بخلاف اللبس الشتوي اللي بتنخفض فيه درجه الحراره ل 9 و10 درجات. طبعا صح، بس يعني دي الفكره. يعني لما مش هنلبس صيفي يا رب بقى نلاقي 10 و9 و3 يا رب. هانت يا جماعه فاضلنا شهر. كله جاي يا فندم، كله جاي بمشيئه الرحمن. كله جاي ان شاء الله. صباح الفل على حضرتك وبنشكرك شكرا جزيلا، ميرسي جدا لحضرتك. انا من كتر يعني الجو وارتفاع درجات الحراره والله لسه امبارح بقول لمامتي، بقول لها هو احنا هنقضي الكريسماس السنه دي بلبس صيفي؟ يعني الوضع بقى صعب قوي. انا حاسه كده اول مره. ايه يا ست أيوة خلاص على فكره انت اخر، لا حتى لو في البيت بس هنلبس لبس صيفي معقوله؟ يعني انا حاسه لغايه النهارده الجو يعتبر حر. ما برضو ارجع اقول لك دي من طبيعه وخصائص الفصل ده بصفه خاصه، اللي هو في لحظه النهارده مثلا الصبح يعني اول ما نزلت حسيت ان الدنيا على وشك ان هي تمطر، بعديها بخمس دقائق لقيت الشمس طلعت. دلوقتي بص المنظر عامل ازاي، طبيعه الفصل ده. ادينا ثلاث دقائق بالظبط كده.